عظيم شباب، بالحلقة السابقة طلعنا من هالكهف. هذول هن جماعة الفيجلنت ستاندار. بس معقول احنا هلا يعني هيك خلص خلصت؟ يب هذه هي. And the vigil of standard secured the Red Scar. اوكي امنوه. بس انا كنت متامل انه نسكر البوابه هيك يعني حتكتفوا بس انه مامنينها. هذه هي عظيم. بعد هالمعركه الطاحنه والاطلال الايلدي اللي اشتغلنا عليها، تعال نعمل شيء ثاني هلا بهالحلقه هاي. المزرعه ما بدي اخذها، بدي اروح اشوف في شغله نفسي اروح اكتشفها صراحه، اللي هي موضوع ال هاي. بدي اروح احكي معها. موجود بريفتن. انا هلا هون وين موقعي؟ قد ايه قريب انا على 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 ريفتن؟ مش كثير قريب. تمام، تعال نروح على ريفتن طالما المسافه قريبه. هذا انا السيف، تعال اشوف اذا فينا اطلع عليه من برا هيك يا معلم. هيك حلو. هذا انا السيف فيني مثل ما هو. What you are carrying too much. ليه؟ اوف واو. طيب بدنا نروح نبيع اغراضنا ونظبط وضعنا. اكشولي فينا انا احطها هلا على الحصان. طب قديش الساعة هلا؟ 12 الظهر. هات اعرف هلا الطريق من وين؟ ريفتن اذا مش غلطان من هون. يا عاوز اروح اتكلم مع هاي اللي كنا شفناها، كنا بعرف بثاني حلقة، وعاوز اصيد لها سلاطعين صغيرة. هذا ميك؟ انت ميك؟ كيف فيني احكي معه؟ هي هذا ميك. How does anyone know there was a city of Winterhold? Maik did not see it with his eyes. Did you? هذا ميك، شخصية شهيرة بألعاب Elder Scrolls. بحاول ألاقي أي معالم استدل منها على الطريق. من هون قريبين. هذا ستورم كلوك، بعدهم عايشين بستورم كلوك؟ احنا قضينا على كل ستورم كلوك. طيب سيبه. اوكي قربنا يب هاي طريق ريفتن. مش مفروض هون تثلج. خلاص وصلنا عرفتن. في شي مرة شفت الثلوج عم تنزل بهالمكان هذا؟ طيب هذا هون ريفتن، اسطبلات ريفتن. بس انا مش عاوز الاسطبلات، انا عاوز البحيرة. وين صارت؟ طلع بعد عم تثلج. اوف اوف اوف. فيني انا اوصل لهون؟ طيب هذا الحصان انزل عنه. تعال نشوف شو فينا نخزن عليها الحصان شغلات قبل ما نروح نتكلم مع هذيك البوتس. ويلي يا ويلي شو عندي؟ هيك هذول كلهم. عارف شو انا فيني ارتبهم؟ لحظة. ويت هذه هي. اول شيء عندك دراجون بونز، هذا الجريت ويلكل ستون اخذناه ومش عارف شو بنعمل فيه. امبر هني مال باك، ما بعرف هاي هاي اخذناها من هيلدا. كورندوم هاي ما بتنضبش. ايرون ضب هدول طلع. وهاي ليش انا ماخذها؟ حطها على الحصان يلا، ما بتعرف من وين اجت.
وهذا كل لياته. اوكي نايس. وهون عندنا كمية من الكتب، هاي كلها هون الكتب البلاك بوكس تبعت سولستاين. الله عندنا شغلات يا زلمة، تقعد بواحد على رواق يظبط فيها كلها. ونشوف بالويت. ويت انا هذا كنت لابسه مظبوط، بعدين رجعت لشلحته. هذا هو هيفي ارمور. اوكي برجع بلبسه مرة ثانية مش غلط. نو حطيته على الحصان، يلا خليه يروح على الحصان مش مشكلة. استعملنا شوي على القليلة. طيب على شو بيأدي هلا؟ بيأدي هلا خلص. تعال نروح ندور على اللي بيشتغل هون بالمصيدي. بس هون مين في؟ هذا بيت حدا. هاني سايد. هذا بيتي انا هون. هذا البيت تبعي اللي انا مشتريه. فيني انط من هون لتحت؟ ناخذ شوي. على شو؟ خلينا نفوت مثل العالم المحترمين. يا انا بعتقد شريت بهالتخزينة هاي جميع البيوت الموجودة. ارمر شو عم يعملوا عندي؟ It happened so fast. One minute the dragon was there, the next it was gone. Everything was destroyed. Did you see where the dragon went? No. I was too afraid to look. I don't know what we're going to do now. We have nothing left. Here you go. You're too kind. Thank you. Be careful and stay safe. هذول شكلهم هربوا من التنين وفاتوا تخبوا عندي بالبيت. هلا فتنا عرفتن. Interesting هاي انه البيت تبعي عنده مدخلين. Watch what you're doing. هيك عم تتلج بعدها. هذا أول مرة بشوف التلج عم بنزل بريفتن. Interesting. هيك ليك بعدها عم تتلج. أنت هون؟ لا مش. تعال نشوف هذا السيف اللي أنا معي إياه لحظة. السيف اللي اخذناه من دريمورا وينه؟ هيا شو بده هذا؟ ابوني اهلا. هذا لحتى واحد يعمل له سميثينج يقويه بدك تكون اول شيء لابس عده السميثينج كلها. انا بتصور لما طورت السيف تبعي عملت كل شيء، خوذه وبوتس وارمور وخاتم وقلادة، عملت كل اشي ارفع فيه السميثينج، لبستهم كلياتهم وكمان كان في عندي بوشن كمان بيرفع لي السميثينج، شربته لحتى قدرت اني اعلي السيف تبعي. فهاي كلها بده يقعد واحد يدرسها على رواق. بس هلا يعني بالوضع اللي انا هلا عليه مش بحاجة اني فعليا ارفع اي اشي. وين هلا هاي كان عم نحكي معها احنا هون مزبوط؟ يمكن تكون موجودة بالفشري. هل هاي الفشري؟ نو هادي ميدري. في ميدري وفي فشري، هذول اللي بيشتغلوا بالفشري. هياها هذه هي. Not now. ايوه. سو انت استعنتي بشخص لحتى يصيد سلاطعين صغيره بس ما رجعش. It would seem so. ما عندي مانع انه انا اسلم المهمه عنه. Thanks. Good luck out there. Sure. هلا obtain a juvenile mud crab for Viria. هذا من وين بصدوه؟ ليك المي، ليك المي ما اجملها. يا فهاي هون القوارب. كنت عم بقول انا بحلقه سابقه ليش عاملين قوارب بريفتن اذا البحيره هاي مسكره؟
وما في محل أصلا يطلع منه. شو الفائدة من القارب هذا؟ هيك زينة بس. طيب لحظة، فينا أرجع أحكيها هقول لها وين بيصلوهم ولا هي ما بتعرفش؟ هاي هي. أوف، قاعد عم بتمسحي. Need something? Where can I find the map? You know Bellathor's shop in Whiterun? That'd Bellathor. Be a good place to start. He carries all sorts of things like that. Bellathor, okay. عنده خرايط للصيد Bellathor. ما كنا عارفين. هذا هون مكسر المينا عندكم. نايس. ما في هون عدة صيد. طيب تعال نشوف. أنا بصراحة يعني هيك حابب أخذ استراحة، حابب إني أعمل مهمة رايقة ومهمة فيها هيك معارك وفيها إشي طاحني. فهلأ هون أوبتين الجوفينال مانكراب. أوكي بالمكان هذا موجودة، بس هيك هاي بعيدة. أوكي طيب. هون لك هي جنبنا هون جوكارز. احنا كنا هون. بعرف شو، تعال نروح عليها، نرجع على المزرعة كمان فرد مرة، يمكن محل ما شفنا السلطعون الكبير. طبعا الحصان تبعي بعد موجود عصير. انترستينج. بعد ليك بعد عم تتلش، بعد عم تتلش، التلج ما وقف. تعال نشوف اذا فيني اقدر الاقي المحل وين هو. يا هناك على الارجح هون. واذا مش هون فيني اني وهي هون هيك. نايس سمول ماد كرابز. نايس خد بس هذه هي، ما في واحد تاني غيره. اوف ليك معلم بتكسر هذا الزلمة هذا. طيب قبل ما نروح نحكي مع فيريا، صار معنا كوروندوم هلا، تعال نروح نعمل البيت تبع العمال. وين احنا هلا؟ وين صارت كرورك ستيد؟ كرورك ستيد هي اول اسم لقريه او مدينه او مكان بتسمع فيه لما تبدا تلعب سكايريم. بتتذكر كان في كنا على على العربي وعم يقتلونا لهلجن بأول اللعبة، وفي واحد بيسألوه انت من وين، بيقول له انا من رورك ستيد. نشوف انا ماشي بالاتجاه المضبوط. ياب هذه هي، هذا هو. ايوه هيك هيك التلج بعده نازل. هذا اوه النبات عم بيطلع، النبات طلع تبعي. نايس صح، ينزل نشوف. انا نسيت شو اللي زرعته، انا هيك قاعد ازرع كيف مكان، قاعد ارمي بذور. ليك ليك انا هون زرعت وهت هون صار طالع هذا وهذا صار طالع. انا بدي ازرع قمح، كيف فيني ازرع قمح؟ اكتيفيت فيرتايل سويل. كيف بزرع قمح؟ اذا انا رحت لميت قمح حطيته بيرجع بيطلع. شو هيك هون شو زارع كمان. يا وهاي قاعدة عم تاكل. خليها. طيب تعال انت هون، تعال تعال هات لحتى امشي فيك. ايام يا حرام قاعدين بالبرد وبالعراء. ليديا آخر الزمن. طيب تعال نشوف البيت هذا شو بده، نرجع نتذكر.
هذا البيت. ترو معنا. عاوز ستون لوك. بنصنع اللوك. واللوك بصنعوه بالكروندوم. اول شي بدنا نصنع اللوك. اللوك بصنعوه من هون. هيا شو عاوز اللوك؟ ايرون كروندوم. تمام. رحنا احنا من وين جبناها هاي السبيكة؟ جبناها من عند ويت امينت. لقيناها احنا ليه بطل ينزل؟ جبناها من الديد لاندز. وينها؟ عاوز سبيكة كروندوم. يب هاي زي سلطان جبناها من الديد لاندز. سبيكة ايرون جولد. ناخد واحدة هلا. تعال نصنع اللوك القفل اللي مغلبنا. صار له قديش هيا بلوك. ايوة طيب تمام. ها اذا كان شو بعد بدنا هون؟ بدنا ستون وهنج ونيلز وفاير وود. وود الفاير وود منجيبهم هلا. تعال نشوف الحصان اذا مجمعين عليه اشي. هنج نيل هذا فاير وود مجمعين خمسة. وفي عنا هنج وفي عنا نيل. خذهم كلياتهم. في عنا كوارد ستون خذهم كلياتهم. تعال نعمل لهم هالبيت اخيرا. هيا كله اكتمل. طبعا هذا اهم شيء. فارملاد بانك هاوس. قد ايه بده هدف؟ خمسة فاير وود اثنين نيل هنج لوك. alright وين نضاف؟ وين يا جماعة انتوا بتناموا هلا؟ هيا بدل ال ما يناموا على الارض صاروا يناموا هون. حلو فينا نفوت عليه نتفرج كيف شكله. جولدن هيلز فارم بانك هاوس. نشوف هلا بيت ليديا الجديد كيف بتنام عليه. فينا اجيب انا اولاد اللي تبنيتهم بوايت ران اجيبهم لهون؟ راح اعملها راح اعملها. هذا عندهم اكل وعندهم كل شيء. ايوه هذيك عدة الزراعة كلها شوفل. ايوه 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 حياة مزارعين يا معلم. مش كيف مكان هيكون في كمان ثياب. فيني البسها لليليا الاشياء هاي. بس المشكلة حتى لو لبست ليليا بترجع مع الوقت بترجع بتغير ثيابها. ف هيك بعد عم بتلج. لو جبت انا مين؟ انا متبني لوسيا متبني بنتين. المشكلة بدهم يجوا. تعال نفوت على البيت انه كان عم بيقول لي انه في المحاصيل وصلت. لا بدي احكي مع ليديا بخصوص المحاصيل. خلينا نفوت نشوف البيت اذا بحال حطوا لي اشي هون. يا فانا هون عندي هاي الغرفة. هذه غرفة رينو. انا قلت ما بدي المسها الغرفة هاي. طلع رين كان عم بيلعب باللعبة هاي. غرفة رين ما حابب انه اذا بدي اجيب يعني روسيا وين بدها تقعد؟ وهاي الرول تبعتي ليش كبتوا لي اياها؟ مضبوط كبوا لي اياها بي. ايوه مش مهم بالمقلوب بس اتليست هاي المخبوزات تبعتي. نايس. يا تعال نشوف غرفة المحاصيل تحت. هون هذول بحطوا لي المحاصيل. شو جمعت؟ ليك يا هون البيض كمان بحطوا له البيض وهذا كل ال ايوه. فالظاهر كل يوم بيحلبوا لي هالغنمات ولا الماعز والبقر
وبيقطفوا لي هالكلام هذا كلياته وبحطوا لي اياه هون. ايوه انا بدي يحطوا لي قمح، انا بدي ازرع قمح. احنا قلنا هون اجينا لقينا قمح بس شالت القمح اللي كانت هون، ما بعتقد في محل تاني في قمح. بدنا نروح نشتري قمح ونيجي نزرعه. بعرف كيف بزرعوا القمح هذا هون. الثوم كيف بيزرعوا الثوم؟ انا عاوز ازرع قمح عشان اعمل منه خبز. هاي واتش ات زي هذا الورز. طيب تعال نروح على ريفتن. بس بدي احكي مع ليديا اول. الطقس المسلج هذا. ايوه ليك ليديا اخر الزمن. اوف 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 ده يا ليديا. عارف شو عاوز البسها؟ عاوز البسها. معلش اعطوني ثواني، هاي رح تكون شوي مزعج للتصوير، فراح اخذ هيك راحتي اعطيها الثياب اللي انا معي اياهم مبدئيا. انه انا هلا هون ليديا اول شيء راح to collect the plantation profits. Very good, sir. Very good, sir. بس قديش ما عملت هالقد. Yeah. فليديا أنا هلأ ما عاد فيني أحكي معها. بس اللي راح أعمله طالع أفرجيكم شو اللي راح أعمله مع ليديا بالضبط. Good day. هيك بس عشان بتشوفوا الأوامر اللي أنا عم بستعملها. فهاي ليديا، هذا الرمز تبعها هو بعده. ف رافضين انا هقول له هون اول شيء انا اشوف شو في معي. player.show inventory هاي الاغراض تبعتي انا اللي انا حاملها. بس المشكله هلا انا ما فيني اشوف اللبس الكلوثينج اللي انا معي اياها، ونسيت اللبس اللي كنت انا معطيه لجورديس. عارف شو بلاها هلا حتكون غلبه. هاي حتكون غلبه. وشو بدنا بالقصه؟ خلاص خلي جورديس هون. اخر الزمن صارت قاعده عم تشتغل بالمزرعه. واطفالي انا كان فيني اجيبهم بس ما بدي اشيل غرفه رن. هاي المشكله. غرفة يعني قصة رين أثرت فيني صراحة، فمش عاوز أغيرها بالبيت. نرجع على معلش فاست ترافل. لو نفعل السرفايفل مود ما كان حيسمح لي بالشي. بس أنا عاوز أعرف شو بيعمل بالضبط بهالسلطة هون الصغيرة اللي حصدناه. فيني أشوفه بعد ما صدته؟ لحظة شوي. هيك بعد عم تتلج. هذا عاصفة كبيرة يا معلم واصلة على سكاينر. وين بدنا نفوت؟ بدنا نفوت على الفشر هلا احنا هون. نو انزل في المي. انزل عند الحصان. انزل بحال لها. انزل في المي. مشكلة. هاي هي فيريا. هاي فيريا. اوكي اولا بدي انا اشوف اللي انا صدته شو اسمه او وين الجوفينايل. وين بحسب لي اياه؟ هاي هيك حسب لي اياه بالانجريدينتس. اياه هذا اللي بعده عايش هلا فيني اكله. بس هذا المفروض بعده عايش، مش مفروض اكله. لحظه نحمل له هذا كمان. تعي مرحبا. نوب فيريا وينك؟ فينا نفوت جوا على الفشري. هاي الميدالي هون. تعي لقينا لك الجوفينايل المد كراب. Thanks. Couldn't have done that without you. طيب. I'm grateful for your efforts. Here, take this. What's in it? All right then. شو اعطتني؟ ما بين شيء معي. ويت. Thanks. Couldn't have done. I'm grateful for your efforts. Here, take this. Who take this? Take what? Mm-hmm. لحظة. بعد مش قابلة.
في شيء في شيء ناقص. في شيء بعده مش راكب مزبوط. اوكي. قديش الساعة هلا؟ تعال نفوت ننام. خلينا نفوت ننام. رح ارجع احكيها الصبح. نرجع نحكيها الصبح. هنروح ننام بالبيت تبعنا. نروح ننام بالبيت تبعنا. والصباح رباح مثل ما بيقولوا. والله حتى مع هالمشعل. مضوى هو عامل ضوء بس ضوء ضعيف. بلاك براير ميدري. نو. نو. اه هم برفتن. مظبوط في مهمة أخرى بدنا نعملها كمان بالبيتس أوف سكايريم. في عنا هون سكيفر أليف موجود بمكان ما برفتن. طيب خلينا نروح أول شيء ننام. بعدين بس ننام في الصباح رباح. بعدهم هدول الفارمرز قاعدين عندي بالبيت. اوكي هلا نطلع. وين ثياب المزارعين؟ هاي هون ثياب عادية. ومش عاوزين السيف اللي كنا حاملينه. هذه هي ثياب المزارعين. ويت وات شوارب راحت. What happened? ليش هيك؟ كان عنده شوارب. Are you kidding me? لحظة لحظة لحظة. التورش عامل مشكلة. No. وين راحت شواربه؟ حلقة؟ Seriously? لحظة خلينا بركي بعد ما ينام ويفيق شواربه بتطلع. أنا ما انتبهتش هالمشكلة هاي كيف صارت؟ عشرة ثمان ساعات بفيق على الساعة ستة الصبح. يا فبالحلقة الجاي راح نشوف إن وين راحت شواربه لهالزلمة. الله ما عندوش شوارب. أوكي خلاص قوم. يا راح نرجع شواربه نفتح له عينيه ونروح نحكي مع فيريا نشوف شو قصتها ليش ما عم تاخد مني. مين هاي؟ اه هاي الهاوس كار تبعك. Honored to see you again my fane. يا عظيم. تعال نشوف النهار كيف هلا. بعد عم فتش. على كل حال رح نشوفكم بالحلقة اللي بعد هاي. نراكم.